السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على مدينة من أهم المدن الذكية اللي هي مدينة سيول اللي هي موجودة في كوريا. فدي الدليل اللي هو البلاتفورم، وزي ما انت شايف هو بيتكلم على ازاي المواطن وازاي الحكومة تقدر تتواصل للمعلومات. انا عجبني جدا جدا فضلا عن كل حاجة الداتا ماب ديت، ان هو منظم جدا كل حاجة. مثلا الحاجة الخاصة بالهيلث فود، تمام، هتيجي هنا هتلاقي الهيلث كير، الهيلث امبروفمنت، هيلث فور اول، وكل واحده من دول ليها الموقع بتاعها اللي من خلاله يقدر ينفذ الاجراءات والعمليات اللي هو عايزها. الحاجات الخاصه مثلا بالستات والاطفال، او عامل جزء مثلا خاص بالتشيلد كير اهوت، حاطط كل المواقع اللي ممكن تدخل تلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها. حاجه خاصه مثلا ب الانفيرومنت بارك، او الانفيرومنت البارك الووتر، كل واحده من دول تقدر تدوس عليها وتدخل على الموقع وتشوف المعلومات، تشوف ايه الخدمات اللي ممكن تعملها من غير ما تضطر ان انت تروح للمصلحه وتاخد يوم اجازه وهكذا. الحاجات الخاصه بالإدوكيشنال هيت المواقع، وكل واحد من دول عاملها على هيئه رابط، اول ما تدوس عليه يروح فاتح لك الموقع، وطبعا كلها بالكوري لان هم اللغه الرسميه بتاعتهم، وعمل خدمة لأهل بلده فمش لازم يعملها بأي لغة إنجليزية أو أي لغة تانية، إلا لو حاجة خاصة بالسياحة أو خاصة بالوزارة الداخلية أو التأشيرات، هي دي اللي بتلاقي الإنجليزي موجود. حاجة خاصة بالنقل الترافيك، كل الحاجات ديت كل واحدة فيهم الموقع بتاعها موجود، تقدر تاخده كوبي أو تقدر تدوس على اللينك أوتوماتيك يروح فاتح لك الموقع، تقدر تدخل على الموقع وتشوفه بكامل التفاصيل بتاعته. دي مثلا جزء خاص بالكونستراكشن، خاص بالانفرا، خاص بالكونستراكشن تكنيكس اللي موجود اهوت، تقدر تدوس على واحد فيهم فتلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. في حاجات خاصة بالنيو تكنولوجي اهو، دي خاصة بالموقع الانفرا سيول، هتقدر تخش تلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها.